أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات جنيه فاصل 291 مليون. قفز مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نسبة بلغت أو مستوى قياسي تاريخي جديد، نسبة بلغت 3.83% عند مستوى 30347 نقطة. فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.13% عند مستوى 6940 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 2.32% عند مستوى 9860 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 20% ليغلق عند 4.62 جنيهات. يلي سهم شركة التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 19.99% عند 55 جنيها. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 19.89% عند 4.40 جنيهات. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 4.95% ليغلق عند 37.99 جنيها. والتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ أحمد أمين محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أزهرية ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بك أستاذ أنجي والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية، البورصة المصرية تواصل تسجيل الأرقام القياسية بدعم خفض قيمة الجنيه. نبدأ من المؤشر الثلاثيني، ما تحليل حضرتك للأداء؟ طبعا زي ما احنا شفنا النهارده ده يعتبر بيسجل قمه تاريخيه بالنسبه للقيمه السوقيه للبورصه المصريه. وصلنا النهارده تقريبا 2.1 تريليون جنيه، ودي قيمه تاريخيه للقيمه السوقيه للبورصه المصريه. صحيح. وزي ما حضرتك ذكرتي بتقول ان احنا دايما بندافع من انخفاض قيمه العمله، وده احنا شايفينه حاليا. زي ما احنا شايفين في السوق الموازي وصلنا تقريبا رينج 70 جنيه، وده زي ما احنا شايفين على بلومبرج والاخبار المتداوله. بجانب كمان ان احنا شفنا النهارده ان العقود الغير قابله للتسليم وصلت ما بين 62 ل 63 جنيه للدولار، وده برضو كان ليه دافع للمؤشر البورصه المصريه ان هو يكمل سلسله الارتفاعات اللي احنا بنشهدها من بدايه العام الحالي، وده نتيجه زي ما احنا قلنا ضعف العمله المصريه او انخفاض قيمه العمله المصريه في السوق الموازي والعقود الغير قابله للتسليم عفوا. نعم، ده بالنسبه للمؤشر الرئيسي. اتفضل. ده بالنسبه للاي جي اكس 30. بالنسبه للسوق عموما، اي جي اكس 30 طبعا النهارده شفناه سجل 30000 نقطه مستوى جديد، وصلنا 30347. المستويات دي متوقع في الوقت الحالي. اهم حاجه بالنسبه للمستثمر اللي بيتحرك فيها او بيتحوط بالبورصه المصريه على الشورت تيرم وشكل تحديدا اخر للشكل المضاربي، ان هو يلتزم النقطة مهمة اللو اللي خاص بكل جلسة، يعني يعتبر أقل سعر بينفذ كل جلسة. يعني على سبيل المثال جي اكس 30 النهاردة المستوى الأدنى الخاص بيه كان رينج مستويات 29200، ده يعتبره مستويات حماية أرباح لي، خصوصا مع الارتفاعات الكبيرة بالتسارع العالي اللي احنا شايفينه، ووصولنا لمستهدفات مرتفعة بالنسبة للمؤشر جي اكس 30. نعم، ننتقل للمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما تحليل حضرتك أو رؤيتك الفنية للمؤشر؟ طيب بالنسبه لي اي جي اكس 30 نفس المنوال او نفس الطريقه اللي بيتبعها اي جي اكس 30 او بالنسبه للسوق المصري كله، ان هو دفع من انخفاض قيمه العمله. متوقع ان هو مازال في الوقت الحالي مازال في ارتفاعات حاليا طالما بنستمر في السوق الموازي وسعر الدولار في الارتفاع مقابل العمله في مصر. فبتلجا معظم المستثمرين او معظم الشركات والناس والافراد كلهم حاليا لازم يلجأوا للتحوط مقارنه بالاسعار اللي بترتفع سواء في الدولار او السلع. فبيبدا يلجا اللي هو عنده بورصه وذهب وعقار. فالهوت ماني او الاموال الساخنه اللي حابب يتحرك فيها اسرع طبعا هيلجا للبورصه بالشكل اللي احنا شايفينه. على الرغم هي ما فيش ارتفاعات في البورصه زي لو هي ارتفاعات كارقام. احنا في ارتفاعات كارقام وشايفين الارتفاعات بتنطلق، ولكن قيمه الاسهم مقاومة بقيمة الدولار
سوق الموازي حاليا هي تعتبر ثابته او شبه ما فيش تحركات كبيره فيها. نعم ايضا عندنا البورصه اتفضل عفوا. فبالتالي احنا عندنا شايفين زي ما احنا شايفين ان كان في النهارده دفع من افراد ومؤسسات اجنبيه صحيح. وعربيه دفع شراء كبير بغرض التحوط في البورصه المصريه، خصوصا ان احنا بنقترب من حدثين، الحدث الاول اللي هو البنك الفدرالي غدا ان شاء الله، والخبر الثاني اجتماع البنك المركزي المصري ان شاء الله هيكون يوم الخميس المقبل. فده كله ليه تاثير بالنسبه للبورصه المصريه. طيب القطاعات اللي احنا شايفينها معظم السوق بيتحرك بشكل ايجابي، ولكن اذا عادت وتيره ارتفاع الدولار تنخفض وبدات الاجواء تستقر، هنرجع نفس السيناريو اللي كنا بنتكلم عليه في بدايه 2023 وبدانا نتكلم عليه في 2024. الشركات اللي ليها عوائد دولاريه وليها استثمارات خارجيه هي دي اللي هتقدر تتماسك في حاله وجود جني ارباح، ونبدا نعمل اعاده بناء مراكز جديده في حاله حدوث تصحيحات فيها.